تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يهنئ الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، كما نرى على الشاشة التغريدة على الشاشة مشاهدين الكرام. في ذكرى اليوم الوطني تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيا وحاضرا وأبدا، سائلين المولى سبحانه أن يحفظ لنا أمتنا واستقرارنا وأمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا. اللهم أمين. وأدام الله علينا حبنا وترابطنا مع الوطن وكذلك أبناء الوطن وكذلك مع القيادة ومليكنا، نسأل الله أن يحفظها يا رب العالمين.